مباركك طبعا يا كابتن هيثم، مبارك لكل جماهير النادي الاهلي. يمكن طبعا اول مباراه في السيمي فاينل، مباراه فريق المرتبط طبعا تحت قياده الكابتن محمد اشرف توفيق، بالتاكيد زي ما شفنا في المباراه والفارق يعني 23 نقطه طبعا لصالح النادي الاهلي. ببارك لك، ويمكن معي في هذه اللحظات طبعا المدير الفني الكابتن محمد اشرف توفيق. طبعا برحب بك يا كابتن على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز اباركك على المباراه النهارده. شايف المباراه النهارده ازاي؟ يمكن طبعا شفنا المباراه الفريق تقدم الاول ب 11 نقطه، وبعد كده كان في كومباك طبعا لفريق الاتحاد، ولكن قدر في الاخر النادي الاهلي ان هو يتفوق ونفوز بالمباراه. والله الحمد لله، مبروك للفرقه ومبروك للنادي، هارد لك لنادي الاتحاد والجهاز الفني. والله احنا كان عندنا مشكله في الستارت في الجيمات اللي فاتت، كام جيم اللي فاتوا، الحمد لله قدرنا نعالجها النهارده. الستارت احسن بكتير، قدرنا نعمل ليد كويس بالذات في اول كوارتر. حصل دروب تاني، بس الحمد لله الاولاد كانوا مركزين كويس، قدروا يرجعوا ومسكوا في السكور اللي كانوا اللي عملوه ال 10 12 بونت، لحد ما واحده واحده ابتدينا نعلى اكتر، والحمد لله فضلوا ذهنيا موجودين في الملعب كويس لحد اخر دقيقه يعني. ويعني لسه ان شاء الله فاضل لنا كمان جيم اكننا ما عملناش حاجه يعني لسه. طبعا كابتن محمد، دايما متعودين النادي الاهلي والاتحاد دايما في النهائي، ولكن طبعا المره دي النادي الاهلي والاتحاد في السيمي فاينل. يمكن طبعا الظروف اختلفت او الامور شويه اختلفت، اكيد اتكلمت مع لعيبه النادي الاهلي في بعض الامور، كنت معاهم في ايه قبل طبعا المباراه وحذرتهم من ايه؟ والله احنا كان عندنا ظروف خاصه شويه، ان عندنا اللعيبه عندنا دروب شويه الفتره دي، الحمد لله بنحاول نعالجها، وبالذات ان مفيش وقت، بلس ان احنا عندنا كذا عنصر من العناصر في الجيل سافروا بره، وسافروا متاخر جدا يعني قبل بطوله مرتبط باسبوعين. فالحمد لله يعني بنحاول نتكيف على الظروف دي، ونحط للعيبه التارجت نبينه دايما قدامهم، والحمد لله الحمد لله احنا لحد اللحظه ماشيين كويس. بس يعني انا لازلت بقول ان لسه ما عملناش اي حاجه، لان احنا مطلوب مننا ان احنا نفنش ان شاء الله المرتبط بدون ولا هزيمه باذن الله. باذن الله يا كابتن، زي ما حضرتك بتقول، وان شاء الله يوم الخميس نبارك لحضرتك التاهل ان شاء الله لمباراه النهائي من دوري مرتبط. باذن الله، شكرا ليك. طبعا يا كابتن هيثم، مستمرين